في المرمى مساء جديد للرياضة، وهذه هي عناوين هذه الحلقة. بعد دا كوستا الأهلي يقترب من توني إيفان، فمن هو؟ لماذا اختار بيرسوت البلجيكي الصحفي والغامدي؟ هل هو احتراف حقيقي أم معايشة؟ وقبل بداية الدوري، من هم المدربون الجدد أبطال الدوري؟ المهيدب يعلن استقالته رسميا بعد شهرين من تنصيبه رئيسا للنصر، وكاسترو مستمر رغم أنف الغضب الجماهيري. السلام عليكم. أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي في جدة أعلنت عن التعاقد رسميا مع البرازيلي ألكساندر دا كوستا غوميز قادما من فلومينزي البرازيلي. وأكد النادي على حسابه الرسمي على إكس أن اللاعب وصل فجر الثلاثاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وينتظر جمهور النادي ظهور البرازيلي ألكساندر للمرة الأولى مع فريقه الجديد أمام العروبة الجمعة في افتتاحية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي. في حي كافالكانتي في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو تبدأ القصة. الطفل ألكساندر يمارس هوايته بلعب كرة القدم في الشارع مع أصدقائه قبل أن ينضم إلى فريق كرة الصالات في نادي محلي بنصيحة من معلم التربية البدنية جيبيرسون. وفي إحدى المرات رآه كشافوه فلومينينزي فأتم التعاقد معه ليمثل كرة الصالات بالنادي. هنا بدأت المسيرة والمعاناة. اضطر ألكساندر للتغيب عن التدريبات في مناسبات متكررة. كان والده الذي يعمل طباخا في أحد المطاعم لا يتمكن من توفير تذكرة الحافلة لابنه حتى يلحق بالتدريبات، وحتى حين كان يفعل ذلك كان ألكساندر يصطدم بأزمة في شوارع كافالكانتي التي تنتشر فيها العصابات وإطلاق النار والتصفية الجسدية. رغم ذلك واصل أليكس اللعب. كان في فريق تحت 14 عاما حينما تلقت والدته اتصالا من النادي يستدعيها. تركت عملها كمصففة للشعر واتجهت إلى النادي. أبلغها المسؤولون بتسريح ابنها لأنه لم يكن من الأسماء المرشحة للانضمام لفريق الناشئين. كاد ألكساندر أن يتوقف. جرب نفسه في فاسكو، رفضه الأسود والأبيض، فاتجه إلى مادوريرا. لم تجري الأمور كما يجب بعد أن لعب مع مادوريرا موسما واحدا. عاد إلى الصالات في فلومينينسي، وكاد ألكساندر أن يترك الكرة مجددا. المشكلات المالية تعصف بالعائلة، ومخاطر الطريق تسحب كل الأكسجين المتبقي في الهواء الذي يستنشقه، لكنه قاوم بسبب اعتماد النادي عليه كجناح أساسي في كرة الصالات. ولأول مرة وجد نفسه سعيدا في النادي. جاء مدرب جديد لفريق الناشئين، استدعى ألكساندر من فريق الصالات، حوله إلى الوسط. لم يتكيف بشكل جيد في البداية. قرر النادي تسريحه مجددا، لكن البروفيسور إدواردو أوليفيرا مدرب الفريق رفض ذلك. وحينما تولى جيريمي توريس تدريب فريق تحت 17 عاما في الموسم التالي، أصيب لاعب الوسط الأساسي. دخل ألكساندر ولم يخرج من القائمة. في فلومينينسي يسمون الجيل الذي أنجب ألكساندر بجيل الأحلام، وبعد تتويجهم بلقب تحت 20 عاما استدعي إلى منتخب البرازيل للشباب مرتين، كما توج مع الفريق الأول بكوبا ليبرتادوريس وكأس سود أمريكانا. هو يعرف جدة جيدا إذ كان فيها قبل 8 أشهر للعب كأس العالم للأندية يوم وصل فريقه إلى المباراة النهائية فيها. تركت عائلته حي كافالكانتي وانتقلت إلى حي أرقى. وعندما وقع عقده الاحترافي قال أليكس: أمي وأبي، من اليوم لستما بحاجة إلى العمل، الآن يمكنكم ترك الأمر لي، والآن سيكون عليهم حزم الحقائب مجددا والاتجاه إلى جدة مع ابنهما. محمد القناص، العربية.
ونبقى داخل القلعة الخضراء، حيث كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن الأهلي السعودي يواصل مفاوضاته للتعاقد مع الدولي الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي بونتفورد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية. ويبقى مستقبل توني غير واضح حتى اللحظة، حيث غاب المهاجم عن أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس. أتحول إلى لندن من هناك جاي هاريس المتخصص في أخبار برينتفورد. هاريس مرحبا، أهلا بك معنا من جديد. هناك أخبار متتالية بأنه إيفان سيذهب إلى الأهلي السعودي، هل لديكم أي تفصيلات أو توضيحات في هذا الجانب وأنت القريب من برينتفورد؟ So we've known for a really long time now that Ivan Tony was going to leave Brentford. فترة طويلة بأن إيفان توني سيرحل عن برينتفورد، هو لم يوقع عقد، وهذا الأمر تردد لسنتين. وفي هذه الفترة من العام الماضي كان هناك اهتمام من تشيلسي به، لكن الأمر لم يتجسد. وبناء على ما أعرفه فإن الأهلي تواصل مع برينتفورد، مع كبار المسؤولين، مع المدرب وكذلك مديري النادي، وأجروا مباحثات بشأن الصفقة وقرروا عدم جعل إيفان يلعب في المباراة الأولى. ويبدو الآن أن الجميع رأوا بأن هناك اتفاق قادم، وبالتالي توني لم يلعب حتى لا يصاب، وكذلك برينتفورد فضل عدم الزج به في المباراة للحصول على الصفقة. هل يمكن أن نقول بأن الصفقة شبه محسومة، إيفان توني في طريقه لن يكون لاعبا في الدوري السعودي بألوان الخضر؟ لا أعتقد أن الصفقة قد تمت، هناك ربما مناقشات حول المبالغ. وتوني طبعا سجل 20 هدف ولعب 3 مباريات، وكذلك سجل أيضا ضربة جزاء مهمة في ربع النهائي ضد المنتخب السويسري، وهو سجل الكثير من الأهداف، وكذلك ترقى إلى البريمير. وبالتالي بالنسبة لنادي برينتفورد هذه صفقة كبيرة، والنادي طبعا يحتاج الكثير من الأموال بعد أن انضم إلى بريمير ليج. إذن هناك حديث حول 30 مليون جنيه استرليني، وربما برينتفورد قد يحتاج إلى 40 أو 50 مليون جنيه استرليني، وهناك مباحثات حول هذه المبالغ في الوقت الراهن. هارس، هل هو الخيار المناسب للأهلي السعودي الذي يبحث عن مهاجم، لديه مشكلة في تسجيل الأهداف، لديه مشكلة في الأطراف أيضا، يعني إيفان لاعب عدواني بشكل كبير شرس، حتى يعني المدافعين يهابونه أكثر، المفروض المهاجم يهاب المدافعين، لا هو العكس، لاعب ضربات رأسية عالية بشكل رائع جدا، أيضا في كرات الثابتة رائع جدا. بالتأكيد أعتقد أن بعض الأمور التي تتعلق بإيفان توني هو أنه لاعب يتمتع الإنسان بمشاهدته يلعب، رأيته يسجل أهداف رائعة لبرينتفورد في السنوات الماضية طبعا خارج البوكس، وهو متسق، وكما قلت في سجل 20 هدف في 33 مباراة. وطبعا برينتفورد ربما ليس له نفس الفرص مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وطبعا مثل محرز وفيرمينو، ولكن لو وضعت توني في بين هؤلاء اللاعبين يمكن ان يسجل الكثير من الاهداف ايضا. بما قلناه عن يعني إيفان توني وهذه المميزات الكبيره وبرينتفورد وميزانيته المتواضعه في الموسم الانجليزي مقارنة بفرق المقدمة، هل يمكن أن نقول بأنه سيستغني عن هذا اللاعب، لاعب دولي في المنتخب، سيستغني عنه بهذه السهولة؟
أعتقد ما يخشاه برينفورد هو أن توني لم يبقى من عقده إلا عام حوالي 11 شهر في أسوأ السيناريوهات، وأن يبقى في مع النادي لسنة ثم يكون حر الصيف المقبل، ولن يحصل النادي على أي أموال. طبعا الأمر مهم، وبرينفورد في السنوات العشر الماضية هو النادي طبعا وصل إلى القمة، وما قام به النادي هو أنه جلب لاعبين مثل توني وباعهم بمقابل 30-40-50 وتم استثمار هذه الأموال في الفريق. وطبعا إيغو تياغو يمكن أن يخلف آيفان توني، ويمكن يأتي أو جاء من بروج، وكما قلت من قبل أوضح توني أنه لن يجدد عقده مع برينفورد، وبالتالي هناك خطة خلافة طبعا موجودة، وهو توني ساهم كثيرا في الأداء المميز لنادي برينفورد، لأولئك الذين لم يشاهدوا أهدافه ضد مانشستر سيتي أدعوهم لمشاهدة هذه الأهداف. طبعا أمر محزن أن يغادر، ولكن هذه هي الحياة. جميل، صحفي جاي هارس من لندن، شكرا جزيلا لك. أخذكم إلى وقفة أولى بعد ذلك. الصحفي والغامدي في بيرسوت البلجيكي، احتراف حقيقي مستقبلي أم زيارة معايشة؟ وفي العاصمة الرياض، غضب جماهيري صارخ على كاسترو ولا شيء، والمهيدب يعلن استقالته رسميا. حياكم الله. أكد رئيس نادي اتحاد جدة السعودي لؤي مشعبي، أكد أنه يتوقع خلال أيام إتمام صفقة انتقال اللاعبين السعوديين فيصل الغامدي ومروان الصحفي لاعبي فريقه إلى نادي بيرسوت البلجيكي. ويواصل النادي الجداوي مناقشة بعض البنود، من بينها امتلاك حق استرجاع اللاعبين قبل فترة الانتقالات الشتوية إذا دعت الحاجة لذلك، بحسب تغريدة كتبها المشعبي على حسابه في إكس. يلقبون أنفسهم بالبنفسجي، والسبب واضح. ملعب الفريق الحالي احتضن بعضا من منافسات الألعاب الأولمبية عام 1920، يتسع ل 12 ألف متفرج فقط، إلا أن الجماهير دائما حاضرة كي تعبر عن حبها لفريقها نادي بيرسوت. أنتويرب في شمال بلجيكا تضم النادي الأكثر شهرة، وهو رويال أنتويرب، فيما بيرسوت خضع لعدة عمليات دمج وإفلاس منذ تأسيسه عام 99-800 ألف. حاليا يحمل رخصته الاحترافية منذ عام 2013. الفريق البنفسجي ضم عدة لاعبين بارزين في مسمياته السابقة، من بينهم توماس فيرمايلن الذي لعب لأرسنال وبرشلونة، وموسى ديمبيلي لاعب توتنهام السابق. طوال تاريخ النادي الممتد على أكثر من 100 عام، توج بيرسوت بلقب الدوري البلجيكي 7 مرات ما بين المسمى القديم والجديد للفريق. قيمته السوقية الحالية تبلغ 12 مليون يورو، أما اللاعب الأغلى في قائمة بيرسوت هو الجناح تيبو فيرلاند ب1,300,000 يورو. قائمته تضم 11 لاعباً من خارج القارة الأوروبية، إلا أن جميع هؤلاء اللاعبين يمتلكون جنسية ثانية أوروبية، وفي الدوري البلجيكي لا يوجد حد أقصى لتسجيل اللاعبين الأجانب في كل فريق. تولى لاعب ليفربول السابق الهولندي ديريك كاو تدريب الفريق في ديسمبر من العام الماضي، وهو ثاني فريق يدربه بعد أدو دنهاك في هولندا. هو أحد أندية مجموعة يونايتد المملوكة للسعودي عبد الله بن مساعد، إلى جانب شيفيلد يونايتد الإنجليزي وعدة أندية أخرى. عصام عامر، العربي.
ونادي بيرسوت البلجيكي هو واحد من الأندية التي يملكها الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز وزير الرياضة السابق في السعودية، وهو واحد من استثمارات التي تنشط في أوروبا وآسيا، أيضا لديه بعض الأندية. من أنتويرب البلجيكية يلتحق بنا كابتن ديريك كاوت مدرب فريق بيرسوت البلجيكي. وديريك هو واحد من نجوم كرة القدم، يعرفونه الناس بشكل جيد، بالذات خلال الفترة التي لعب فيها في ليفربول من 2006 إلى 2012 والمباراة الشهيرة أمام إيسي ميلان. بعدها غادر الملاعب في 2018 وتحول إلى التدريب. كابتن ديريك، أنا سعيد باستضافة اسم كبير ونجم عظيم مثلك، أهلا وسهلا بك على العربية في المرمى. Thank you. شكرا. أريد أن أسألك أولا، يعني بصفتك مدرب بيرسوت البلجيكي الذي الآن يفاوض اللاعبين السعوديين، هل تابعت مروان الصحفي وفيصل الغامدي بشكل دقيق كمدرب للفريق؟ Yes, of course, we follow them closely. نعم، بطبيعة الحال تابعنا اللاعبين عن قرب. في شهر يونيو عندما أتيحت لنا الفرصة لمشاهدتهما يلعبان، ونحن دائما نبحث عن لاعبين ذوي جودة لضمهم إلى الفريق، والصلة مع المملكة العربية السعودية سهلة بفضل صلات مالكي الفريق، وكان لدينا فرصة. وإذا لو وقعنا مع هذين اللاعبين سنكون متحمسين، ونحن نادي كرة قدم نريد أن نضيف لاعبين مميزين إلى الفريق. إذن نعم، نحن متحمسون جدا إذا إمكانية ضم هذين اللاعبين، وأنا كمدرب للفريق أنا أبحث دائما للعمل مع لاعبين موهوبين من الشباب، وهذان اللاعبان هما أيضا من بين هؤلاء اللاعبين. كابتن ديريك، يعني حدثني عن المفاوضات، كيف تم عرض اللاعبين عليك كمدرب الفريق؟ كيف تابعتهم؟ هل قدمت لك أرقامهم أم عدت يعني لجهازك المساعد استخراج أرقامهم ومن ثم الحكم عليهم؟ حدثني عن هذه التفاصيل. إذن عندما حصلنا على الفرصة لمتابعة اللاعبين الشباب يلعبون في الدوري السعودي شعرنا بالحماس، ولكن لم نفكر فقط في ضم لاعبين إلى الفريق، وإنما بحثنا اللاعبين المميزين. إذن نظرنا في قائمة اللاعبين المحتملين الذين يمكن ضمهم، وهذان اللاعبان فيصل ومروان هما بالتأكيد اللاعبان اللذان نريد فعلا ضمهما إلى فريقنا، لأننا نؤمن بمواهبهما وجودتهما، ونحن نعلم بأن هذه المواهب هي المواهب التي نريدها ضمها إلى فريقنا. نحن فريق نريد الاستحواذ على الكرة وأكثر من الخصم، ونحن فريق نريد أيضا نضغط عندما لا نستحوذ على الكرة، وهذان اللاعبان بالتأكيد لهما الجودة التي يمكن أن يضيفها إلى الفريق. إذن تابعناهما يلعبان، وطبعا لم يكن لدينا فرصة متابعتهما في مباراة على المباشر، وطبعا نحن سألنا لاعبين أوروبيين عن رأيهم بشأن هذين اللاعبين، وكانت الآراء إيجابية جدا، لذلك نريد أن نضمهما إلى الفريق. جميل. اللاعبان وصلا إلى أنتويرب عندك في بلجيكا الآن، لكن حتى الآن لم توقعوا معهما، لماذا لم توقعوا بشكل رسمي؟ يا
طبعا عندما تتاح لنا الفرصة للتوقيع مع هذين اللاعبين فأنا سأكون سعيد جدا لأن يتم ضمهم بأسرع ما يمكن للفريق، ولكن في الوقت الراهن هناك الكثير من الإجراءات التي يجب استكمالها، الأمر لا يتوقف عندي، ولكن كمدير فني وكذلك الرئيس التنفيذي يعملان لاستكمال هذه الإجراءات، وأنا متأكد أننا سنعلن عن أخبار سارة. جميل، وصل اللاعبان الآن إلى بلجيكا، هل شاركا معك في أي حصة تدريبية؟ هل شاهدتهما ميدانيا؟ قبل أن يصل إلى بلجيكا تحدثت إليهم عبر زوم للتعرف أكثر على اللاعبين ولأحدثهم عن خطتنا وهي أهدافنا وما هي طموحاتنا كنادي، وكما ذكرت في البرنامج كنا بطل للدرجة الثانية ونحن الآن في الدرجة الأولى. تحدثنا إليهم عن تاريخنا وخططنا أيضا كفريق وما هي خططنا بشأن اللاعبين، واللاعبان وصلا قبل بضعة أيام ونريد ضمهما بأسرع ما يمكن إلى الفريق، وأستطيع أن أرى أنهما سعيدان لتواجدهما، أنهما يبتسمان ومتحمسان جدا بشأن المستقبل، على أمل أن تستكمل الإجراءات قريبا حتى نستطيع أخيرا أن نعمل بطريقة ملائمة مع اللاعبين. جميل جميل، يعني طب أريد أن أسألك، طبعا أنت عندك تجارب كثيرة كلاعب يعني من في أندية بلادك، في أندية هولندا وفي ليفربول، وعندك يعني مسيرة احترافية عالية، أنت تتابع التصاعد الكبير في الدوري السعودي حاليا، هل ذهاب فيصل الغامدي وإلى الدوري البلجيكي مع فريق صاعد للتو إلى الدرجة الأولى الموازية للممتاز في السعودية أفضل لهم من البقاء في دوري سعودي لديه أسماء عالمية كبيرة؟ أريد أن أسمع رأيك كخبير وليس كمدرب لبيرسوت. بالطبع الجميع يتحدثون كثيرا وبإيجابية عن الدوري السعودي، فعلى سبيل المثال جيديني فان دومدون زميلي السابق الذي يلعب مع فريق ستيفن جيرارد يتحدث بإيجابية كبيرة عن الدوري السعودي، وكذا ستيفن جيرارد يتحدث عن ذلك، حدث تطور كثير في الدوري روشن السعودي، ولكن أعتقد أنها فرصة عظيمة أن يحصل اللاعبون السعوديون على هذه الفرصة للعب في أوروبا، الأمر يتعلق بتطوير اللاعبين ومنح اللاعبين تجربة خاصة، وأعتقد كذلك أنه على المستوى الأوروبي وأن كلاعب أوروبي سابق ومدرب في بداياته أعتقد أن لدي فرصة للعمل معهم لجعلهما لاعبين أفضل، ستكون وضع يكون الجميع فيه رابحا، ليس نادي بيرشكوت ولكن أيضا ولي كمدرب ولكن للاعبين، وأعتقد في نهاية الأمر عندما يعود اللاعبان إلى الدوري السعودي سيعودان كلاعبين أفضل، هذا هو طموحهم وهذا هو هدفنا، وأنا متأكد أننا نستطيع أن نطورهم من خلال مهاراتنا، أنا طبعا مواطن هولندي كبر في النظام الهولندي أعرف كيف نتعاون ونطور اللاعبين الشباب، ونحن نريد أن نمنحهم الفرصة، إذا أحيانا اللاعبون السعوديون يلعبون في الدوري السعودي لكنهم لا يحصلون دائما على الوقت للعب كثيرا، ونحن نريد أن نعطيهم التجربة الأوروبية وتجربة التدريب مع لاعبي الأوروبيين، ونريد أن نشركهم أيضا كثيرا في مباريات الدوري ومساعدتهم حتى يتطوروا كلاعبين. كابتن، حدثني عن دور الأمير عبد الله بمساعد رئيس مالك النادي في هذه الصفقة، مثلا هل تحدثت له مسبقا وسألت عن اللاعبين، هل هو من عرضهم عليك، هل استشرته إلى آخره بحكم معرفته، يعني هو رجل عاشق لكرة القدم؟
بحكم معرفته بالدوري السعودي أكثر يعني. حدثني عن هذا الجانب. كل ما استطيع ان اقوله بشان الامير هو انه شخص يحب الرياضه ولا سيما كره القدم، وطبعا اجريت الكثير من الحديث معه، وما يعجبني وما يجمعنا هو أننا نريد الفوز، وأعتقد أنه حقق النجاح في كل نادي كان له صلة في السعودية ومع شيفيلد وفي بيرشكوت وفي الهند أيضا، فهو رجل معروف جدا في عالم الرياضة. عندما تحدث إليه أيضا أعلم أن لديه الكثير من التجارب في عالم كرة القدم، ويمكن أن نتعلم من بعضنا البعض، سعيد جدا أننا نعمل معا ومعا نحاول أن نحقق الكثير من الأهداف في كرة القدم. بالنسبة لنادي بيرشكوت وهذان اللاعبان اللذان سينضمان إلى النادي هو أمر يحمسنا جدا، نريد نطور اللاعبين، وأنا سعيد جدا إزاء الأمير ومساعدته لنادي بيرشكوت وكذلك صلته مع اللاعبين السعوديين. جميل جارك، ما هي فرصة فيصل الغامدي ومروان الصحفي في المشاركة أساسيين معك في هذا الموسم؟ كيف ترى فرصتهم؟ كم تعطيهم نسبة بالمشاركة؟ أستطيع أن أضمن أننا نريد أن نضمن لاعبين إلى فريقنا، نؤمن أنهم يمكن أن يضيفوا قيمة للفريق. نحن نؤمن بفيصل ومروان، ويجب أن ننسى أن اللاعبين يأتيان من ثقافة أخرى ويأتيان من بلاد آخر بعيد جدا مع درجة حرارة مختلفة وظروف مختلفة، ولكن لدينا خطة حقيقية لهذين اللاعبين لجعلهما يلعبان بأسرع ما يمكن ليظهر جودتهما كما فعل في الدوري السعودي، وسيكون لديهم الفرصة للعب كثير، لذلك نريد ضمهما إلينا لأننا نرى أنهما يمكن أن يحدث الفرق في فوز بالمباريات، وهذا ما نريده، ونحن نؤمن بأن هذين اللاعبين هما لاعبان جيدان حقا. ديريك، يعني أحب أقول لك أنه أصبح لديك جماهيرية عالية فريقك بيرشكوت في السعودية بعد هذه الصفقة وبعد هاتين الصفقتين، مبارياتك ستكون متابعة دائما في السعودية، ونرجو لك التوفيق في الموسم البلجيكي الجديد، حتى الآن طبعا بداياتكم غير جيدة، لكن أتمنى إن شاء الله تتعدل مع فيصل ومروان. كامل الدعوات لكم بالتوفيق. أنا أيضا ممتن لك ولإدارة النادي على إجراء هذا الحوار. شكرا جزيلا لك النجم الهولندي الكبير ديريك كاوت، مدرب بيرشكوت البلجيكي الذي يقترب من التوقيع مع فيصل الغامدي ومروان الصحفي السعوديين. بعد شهرين فقط من تنصيبه رسميا، أعلن اليوم إبراهيم المهيدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، أعلن استقالته من مجلس إدارة النادي، ذلك بعد أقل من شهرين على توليه هذه المهمة بالتزكية. أعلن المهيدب قراره عبر حسابه الرسمي على إكس، وتمت تزكية المهيدب في 21 من يونيو الماضي، من شهر 6 الماضي. خاض الفريق تحت إدارته مباراتين في كأس السوبر، هزم التعاون في نصف النهائي وخسر من الهلال في النهائي.
صوت النصر تعور القلب والله. يا للجنون، إنه الدربي الأحمر. المهيدب طيب القلب الذي قدم للنادي فقط في شهرين أكثر من 30 مليون ريال يستقيل، والقاسي جدا لويس كاسترو لا يستقيل، هذا يدفع ويستقيل وهذا يقبض ولا يستقيل، لذلك هذا أمر واضح. عبد عطيف يلتحق بنا من الرياض. عبد، تبغى تعلق على استقالة المهيدب ولا نروح ل الشيخ كاسترو الذي يسيطر ويحكم قبضته على النصر تماما بمساعدة رونالدو؟ لا، أول شيء خلينا نتكلم الاستقالة، لأن حدث لا يمكن بالتال بعد ما مسي عليك وعلى جميع المتابعين نتجاوزه صراحة. هو خبر مفاجئ ويعني يخلط كثير من الأوراق، يدخل كثير من الشكوك، يجعل المحبين والعاشقين الآن يخمنون ويظنون ويتهمون أيضا، ومن حقهم، لأنه في وضع يعني في تغيرات متسارعة في وقت مهم وحساس، هذه أيضا في ظروف لا تظهر على السطح بشكل كامل، تظهر استقالة مفاجئة لرئيس قد قلتها قدم في شهرين أو أقل من شهرين هذه المبالغ، وكان واضح الحماس والشغف الكبير عنده صراحة، لكن أعتقد أنه في ما ظهر على السطح هو 1% فقط من اللي في الخفاء. هذا رأيي، لأن أنا تعودت في عالم كرة القدم والرياضة السعودية أن ليس كل ما يقال هو الصحيح، بالعكس أن صحيح. كل ما يقال هو ليس بصحيح. طيب عبدو، الآن أصبح يعني كاسترو مخيف، كل من يحاول إقالة كاسترو يطلع من النادي، ما تلاحظ؟ أي حد يحاول يقيل كاسترو في النصري، طبعا الناس تقول إنه أو القريبين يقول يستمد قوته من رونالدو وبالذات من وكيل أعمال رونالدو اللي هو صديق لوكيل أعماله وكلهم يزبطون الأمور مع بعض. فيعني فعلا هل كبر كاسترو بهذا الحجم في النصر؟ ما هذه إشاعات فقط تبرير هذه الهزائم؟ بالتالي خليني أخرج كونان اللي بداخلي، يعني خليني أربط وأخمن أو أحلل. تفضل. بالتالي على مستوى لو تلاحظ وارجع لي خليني نرجع لأول ما استلم كاسترو. النصر كان قوي. قناعات كاسترو مع مرور الوقت بدأت تضعف الفريق، والفريق كل ما جاء له وحينزل، ومهما جلبت من 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 صفقات أو كذا، حتى قناعات كاسترو أو تنظيمه أو أداؤه يعني يخليك تشك حتى في اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية. اللاعب هذا الإمكانيات العالية لما يخرج من النادي مثلا زي لابورت كمثال، أنت تتخيل أنه حتى كاسترو تصريحاته على لابورت شككت النصراويين في لابورت، ولابد أنه من بيعه، ولابد وبالعكس النصر كان ممكن حتى يدفع فلوس عشان يتخارج من 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 لابورت. لما جاءت بطولة أمم أوروبا لا أثبتت أن كاسترو لابورت يعني اللي الآن يعني جد ريال مدريد يبغى يموت عشان ياخذ النادي لطريق أتلتيكو بلباو، أتلتيكو مدريد، ريال يعني مدريد بنفسه يعني بطل أمم أوروبا، المدافع الأساسي في المدافع في يعني العظمة، وأنت تتكلم عن المدافع في منتخب إسبانيا اللي ما يتغير، يعني اللي جنبه يتغير، اللي هو ما يتغير، هو غاب فقط بسبب الإصابة. إذن مشكلة أنا أعتقد النصر
في كاسترو هناك من نرجع بعدين لتصريح كاسترو اللي مر مرور الكرام لما قال أنا أتيت للنصر والنصر لا يحقل، غير صحيح. النصر في ظروف أصعب من الظروف اللي أنت أو حتى أنت في ظروف حال، أنت أعطوك المال والبنون، أنت يا كاسترو أعطوك المال والبنون ما شفنا منك ولا شيء. النصر حقق بطولات وإنجازات بلعيبة وإمكانيات وميزانيات ولا توازي 10% من اللي أنت ما أخذها. صحيح صحيح. هو أصلاً يعني مع احترامي للتصريح يعني مع ذلك مرة مرور الكرام، هو هذا التصريح هو رد يعني كان رده سهل جداً، لأنه هو أيضاً ما عنده سي في، يعني هو مدرب عنده تقريباً 30 سنة في عالم التدريب والسي في حقه كله سطر واحد، يعني عنده كاسين يعني. فهذه هنا الآن جدا جدا يا بتال، انا اعطيك وانا مسؤول عن كلامي، انا مسؤول عن كلامي. ها انا متاكد زي ما انا اتحدث امامك الان ان كاسترو لا يعلم كيف ما وش الخطا في الهدف اللي ولج في مرمى، لا يعلم، انا متاكد. يعني طيب انت الان لما تجي تقول طيب عبدو انت تصدق أنت وين الخطا في الخلل هذا في الهدف؟ انا متاكد. انت تصدق انه لانه كاسترو يحظى بحمايه رونالدو ما حد يقدر يقيله لانه رونالدو هو اللي بيصرف الامور كلها في النصر؟ اي لا لا، او انه هذه شائعه؟ اعتقد انه حتى الصحف العالميه بس عشان ما حد يجي بعدين يقول لا واثبت وكذا، 99.9% انا اتجه لهالشيء. خلينا نحط لنا 1% يعني عشان نطلع من الحرج. أنا أعتقد هالشيء وغريبة. بتال سؤال واضح بسيط، لما جاء قويدو للنادي اللي يعملون في النادي ما قبل مع كاسترو كم قعدوا؟ 10 شهور. ممتاز. نعم. مجرد حضور قويدو أو القادمين وشبت الحرب عليهم، هناك من يريد السوء أن يستمر أو أسماء أن تبقى في النصر. صحيح. قويدو أصلا ما يمديك تحكم عليه في شهرين، ما لا يمكن لا يمكن. أنت لك سنوات تشتغل. هذول اللي يشتغلون في سنوات ومدة طويلة. صحيح. مجرد إنه ما جاء قويدو يحاول يغير تحركت أبواقهم الإعلامية. أنا بحكم خبرة يعني لا يمكن أنتقد قويدو في شهرين، لا يمكن. وشاهد الحملة الآن كلها على قويدو. لا تعال انت اللي قبل قويدو ومين 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 ومين. صحيح. هنا السؤال، انا اتمنى ان النصراويين لا تحركهم او بعض الابواق الاعلاميه لا تحركهم. جميل. طيب هو النصر دائما ملف شائك مليء بال الالغام والشوك والقزاز كل شيء. شكرا عبدو عطيف. وقفة أخيرة بعد ذلك نقرأ في ملفات المدربين الجدد في الدوري السعودي قبل انطلاقة الجولة الأولى غدا الخميس. حياكم الله. استمرار سيطرة المدربين على دوري روشن السعودي، القادمون الجدد، هناك برتغاليان أيضا. ثمانية مدربين جدد في دوري روشن في الموسم الجديد وسبعة أندية فقط احتفظت بمدربيها من الموسم الماضي، وهي الهلال والنصر والأهلي والاتفاق والشباب وضمك والقادسية، مع تسجيل انتقالين داخليين يخص الأمر كل من اليوناني دونيس الذي درب الوحدة الموسم الماضي قبل أن يقود الخليج في الموسم الجديد، وهيلمان الذي أشرف على تدريب الرياض قبل أن يتحول لقيادة الرائد هذا الصيف. الجنسية البرتغالية واصلت سيطرتها على المسابقة بحضور 5 مدربين، تليها الجنسيتان الفرنسية واليونانية بمدربين لكل منهما. مدرب الوحدة الألماني زيمباور هو الوحيد الذي يملك في سجله لقب دوري الموسم الماضي قبل أن يحل بدوري روشن، بعدما قاد الرجاء البيضاوي للفوز بالدوري المغربي وكذلك الكأس.
اليوناني كريستوس كوينتيس الذي يقود الفيحاء في الموسم الجديد توج بدوره الموسم الماضي بلقب الكأس في بلاده مع باناثينايكوس. الفرنسي لوران بلون وقبل مجيئه للاتحاد هذا الصيف يبقى أكثر المدربين الجدد تتويجاً ببطولات الدورية بأربعة ألقاب كلها في فرنسا، ثلاثة مع باريس سان جيرمان من 2013 حتى 2016 وقبلها مع نادي بوردو موسم 2008-2009، كما يعد الأكبر سناً من بين المستقدمين الجدد بعمر 58 عاماً. الأرجنتيني رودولفو مدرب نادي التعاون انضم لدور روشن هذا الموسم بسجل معزز بالألقاب أبرزها ثنائية الدوري والكأس مع بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 2014-2015. السويدي ينس غوستافسون قد يكون تاسع المدربين الجدد في دور روشن في الموسم الجديد بعد أن قربته تقارير صحفية من خلافة الكرواتي بيليتش في نادي الفتح الذي أنهى علاقته به في 16 من الشهر الحالي. من الرياض عادل البطي، حياك الله عادل. عادل، يعني البرتغاليين يسيطرون على الدوري السعودي، طبعا اللي يشوف البرتغالي يقول هذول جايبين كاس عالم، هذول جايبين امم اوروبا، ما عندهم، بس البرتغاليين عندهم قدوه مارينيو نشر موضوع التدريب عندهم، عندهم جامعه ايضا تخرج مدربين، فلذلك هم منتشرين حول العالم. عادل تعليقك. اولا امسي عليك اخوي بتال وامسي على المشاهد العربيه. اتفق، يعني كنت انت بنصف الكلام ذكرت الحاجه الايجابيه في البرتغال انهم مهتمين بهذا الجانب وفي نجاحات كثيره، خلينا نقول صحيح. على مستوى التدريب يعني تشوف يدربون في اوروبا بشكل ممتاز. لكن بالتالي صراحة أنا يعني على المدربين اللي أنتم عرضتوا لهم أيضا بحثت وكذا، في يعني كل مدرب له سمات معينة وله ظروف مختلفة. يعني إن حبيت يعني أقول مدرب على حدة مثلا، يعني الوقت لك تفضل. أي زي مدرب الخلود باولو، طبعا خاض تجارب كثيرة ومن ضمنها درب في الصفاقسي التونسي. المدرب شغوف بالعمل، لا يهدأ سواء في المباريات أو التمرين. أنا أقول لعيبة الخلود الله يعينكم، ترى التدريب حصة التدريبية بتكون طويلة شوي، يعني يوقف التمرين كثير، يتناقش مع اللاعبين، هو شغوف بالعمل التدريبي. أروح للثاني اللي هو أروى بارينا اللي هو درب في الوصل الإماراتي وفي منتخب الإمارات، أيضا مدرب قريب من اللاعبين وعلاقته جيدة مع اللاعبين، لكن مدرب الرسالة للإخوة مدرب التعاون الحالي نعم يحتاج فريق عمل إداري جيد. في بعض المدربين يمسك كل شيء، لا هو أحيانا يعني ودود شوي مع اللاعبين وكذا، تحتاج يعني أحيانا لما يكون المدرب قريب وودود بزيادة يكون الفريق العمل الإداري يعني يغطي مثل بعض الجوانب هذه إذا صار فيه تقصير من اللاعبين. لكنه مدرب يعني يحب اللاعب الشباب، يلعب بطريقة 4-3-3 أو 4-2-3-1. صبري مدرب بالمناسبة يعني تاريخه جيد، لكن هنا المشكلة بتال كل يعني لو نشوف وش طموح الرياض، الرياض يريد البقاء وهذا هو طموح الفريق، خلينا نكون واقعيين مع نادي الرياض. المشكلة في صبري أنه درب فرق دائما تنافس، يعني يحب المنافسة، وشوف التجارب اللي في قطر كلها مع فرق مفترض أنها تنافس على بطولة، حتى وصل مع الفريق لنصف نهائي الآسيوي مع أحد اللي هو الجيش أعتقد، ودرب الدحيل يعني أنا أقول هذه الظروف، هل يعرفون الرياض هذه الصفة أو هل شرحوا للمدرب وش يبغون؟ هذا ناحية مهمة، أنه هو يحب اللعب الهجومي ولن يناسب مع فريق الرياض أنك تلعب أمام الفرق اللي أفضل منك بطريقة هجومية. نأتي للأخير اللي هو بلان، اللي أنا يعني أحبه كلاعب جدا صراحة وكنت أتابعه من 98 لاعب عظيم. المشكلة بتال أصبحت الناس تصع بالميزان بلان المدرب وبلان اللاعب، وشتان ما بين المدرب وما بين اللاعب. أنا أتكلم عن تاريخ كل واحد فيهم، هو مدرب شخصيته ما عنده يعني مو بشايف نفسه على اللعيبة ترى، يعني حتى أنا سألت بصراحة بعض الأصدقاء في قطر يعني قريب ما عنده الشخصية اللي فيها بعض زي بعض المدربين اللي جوا عندنا في السعودية، عندما يكون اسم كبير يتعالى شوي على اللاعبين، لا هو بالعكس قريب جدا من اللاعبين. لكن النجاحات بصراحة ما تحققت له كمدرب كما لو كان لاعب. أيضا في فترة لو شفت الفترات اللي يعني انقطع فيها عن التدريب ما كان يعني ما كانت خطواته موفقة كما لو كان في كلاعب. لكن اليوم الظروف في الاتحاد
يعني أعتقد أنه حققوا له نسبة كبيرة مما يريده. المعسكر هو كان موجود معه في لاعبين يعرفهم جيدا، هم تعاقد معها الفريق، بنزيمة وعلاقته فيه الجيدة، هذه الأمور تساعد. لكن الاتحاد يعيش تحت الضغط، يمكن هو أكثر مدرب من بين هؤلاء يبي يشتغل تحت الضغط، يعني المدربين الآخرين أقل ضغوط من بلان، هي هذه النقطة. وأركز بتال على ناحية إدارية، والكلام اللي قلتوه قبل شوي عن كاسترو، البارح أنا كنت مع عبد الله أنا وعبده، كنت أقول المشكلة في النصر مو بكاسترو، المشكلة في النصر إدارية قبل أن تكون كاسترو. لو يجيبون 20 كاسترو ما راح تنتهي مشكلة النصر. وش المشكلة الإدارية؟ إدارية طبعا، خارج الملعب، أي عمل خارج الملعب هو إداري. أي عمل خارج الملعب، المشكلة مو في كاسترو، المشكلة في اللي يدعم كاسترو. عشان كذا لازم المدرب يكون هو صاحب الصلاحية. رونالدو، أنا أعتقد أنه كريستيانو له دور كبير فيما يحدث، وشفنا التغيير اللي صار ذاك اليوم، وأكثر من حالة، يعني من يقرأ ما بين السطور يعرف هذا الوضع. اليوم بتال، وأنا قلتها قبل كذا، في النصر أفراد كل واحد مسؤول عن نفسه يلعب لنفسه، بينما الفرق الأخرى وبالذات الهلال مجموعة جميل تكمل بعضها، في النصر كل واحد أنا مالي شغل في الثاني. شكرا عادل بطي، عشان كذا كاسترو يعني ما له ذنب. شكرا عادل بطي. وعبد الرحمن العروان كالعادة يوقع لقطات الختام، هذه واحدة وأنا ألقاكم. بيننا مكتوب لنا، أنا أعيش كده طول عمرنا، بيننا مكتوب لنا، أنا أعيش كده كده طول عمرنا. نضحك يومين نبكي سلام، يولي جنون المترو، يولي جنون الزعيم. الله الله، ومحرومين من الهنا، الهلال يلعب راقب إذا واندهش.